لو نظرنا إلى الحياة وإلى خلق الله للإنسان، يعني الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده، بل طبيعة الله يعني كما قال ربنا: وجعلنا بعضكم فوق بعض، يعني معناه الإنسان منا، كل منا يحتاج إلى الآخر. لذلك الواحد منا لا يستطيع أن يجمع كل المهن ويعرف في كل شيء، لا بد وأن يحتاج إلى غيره. فدايما تلاقي الإنسان بطبيعته يألف إلى الحياة وإلى المدنية ونحو ذلك، هذا يحتاج إلى ذاك وذاك يحتاج إلى هذا ونحو ذلك. فهذا يعني هذا من رحمة الله بعباده، أن كل واحد مننا يحتاج إلى الآخر. طيب، وفي هذا الاحتياج وهذه المعاملة، الإنسان أو النفس جبلت على أن تحسن إلى من أحسن إليها. دايما الواحد مننا سهل عليه جدا ان هو واحد ضحك له بيضحك له، واحد بيسأل عليه بيسأل عنه بيسأل عليه، واحد مثلا جاب له هدية بيجيب له هدية، واحد بيتعامل معاه بلطف ونحو ذلك برضه بيتعامل معاه بلطف، وحتى لو اتعامل معاه بغير ازاي يقول له: يا اخي هو انت ايه يا اخي، ده الراجل بيضحك لك وبيبتسم لك وانت مكشر ليه، وليه الدنيا مقفوله معاك بالشكل ده. فدي طبيعه الحياه، النفس جبلت خلقت على هذا الشيء. لكن الاصعب على النفس ان تصبر، ان تعفو. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام، ده ياخذنا الى اي شيء؟ ياخذنا الى حسن الخلق. لما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، من جملة تعريف حسن الخلق قالوا: هو أن تعفو عمن ظلمك، وأن تحسن إلى من أساء إليك، وأن تصل من قطعك. وقالوا كمان من معاني حسن الخلق: تحمل أذى الغير، ورد الحسنة بأحسن، ورد الإساءة بالحسنة. وهذا كله يعني لو جينا نفصله واحدة واحدة يحتاج إلى حلقات وحلقات حتى نفصل هذا الأمر. فده كله داخل في أمر العلاقات والتعامل، إنه أنا بتعامل مع هذا الشخص وهذا الشخص يتعامل معي، أنا أحسن إلى هذا وهذا يحسن إلي ونحو ذلك. لكن ده بيكون سهل على النفس، لأنه ده بيسموه من باب المقابلة، إن مثل الفعل بالمثل. سهل، رب بس الفعل ساعتها أيوة، سهل ويسير. ليه؟ لأنه سهل جدا على النفس. واحد مثلا اتكلم معايا او احسن الي، سهل جدا ان انا ارد له هذا الشيء، سهل جدا ان انا احسن اليه. الاصعب العكس. الاصعب العكس. احنا هنا بقى بنتكلم الحلقه كلها عن فكره مش السهل واللي احنا العادي الطبيعي اللي بيكمل العلاقات بشكل سوي. نعم. بنتكلم عن فكره ان كل فعل فعلا ليه رد فعل، بعيدا عن منهج الاخلاقيات يا شيخ احمد. فكره ان الحياه كلها، منظومه الحياه فيها دي، ده قانون. انا لو حطيت ايديا في النار النتيجه ايديا تتحرق، انا لو ما ذاكرتش النتيجه هنجح، ده رد فعل للفعل. ربنا حاطط لنا بقى منهج وقوانين وحاجات تانية اللي هي ممكن يبقى الفعل مختلف عن رد الفعل ورد الفعل مختلف عن الفعل، لكن ده قوانين الحياه. خلينا نقول ان الاساسيات في العلاقات نفس الكلام، انا بتعامل اللي قدامي كويس فاللي قدامي طبيعي يتعامل معايا كويس، بتعامل بطريقه مش كويسه طبيعي اللي قدامي هيزعل وياخد موقف متناسب مع ده. بعيدا لسه ما وصلناش لمنهج نظبط ازاي رد الفعل يبقى بالاحسان مش بالنمط العادي. هنا عايز اسال في ايه بقى؟ فكره ان النفس البشريه ضعيفه جدا وبتميل انها تقلل اخطائها ما تبصلهاش وتجسم اخطاء الاخرين، فممكن الانسان اللي بيبتدي ما ينفعش نساويه برد الفعل. كتير قوي بنقلب الترابيزه اللي هو زي ما بنقول مثال ضربني وبكى وسبقني واشتكى. الفكره دي نفسيا عايزين نوضحها، ان احنا ازاي الانسان بيشوف الحاجه بتاعت اللي قدامه قليله جدا وبسيطه ويقلل لنا بتاعته بسيطه جدا لا تذكر، واخطاء اللي قدام جسيمه جدا. هو يعني كما قالوا: ما لاحدكم يرى القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. يعني ايه؟ زي ما حضرتك قلتي، بعض الاشخاص يعني نصبوا انفسهم انه انا ما بغلطش، انت ازاي تصحح لي او ازاي ترشدني او ازاي تقول لي مش عارف كذا. يرى لو شاف حاجه صغيره او في اي حد حواليه
يعلق عليها ويقف وانتو كذا وما الى ذلك. فقالوا يرى القذاة، يعني الشيء البسيط القليل جدا، يرى القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه، يعني مع انه هو لو بص لنفسه يقع في اخطاء جسيمه، يقع في امور عظيمه، لكن هو لا ينظر اليها، لا يأبه لها. فلذلك لو كل واحد مننا اول شيء عمل على تقويم نفسه، عمل على تحسين نفسه، يعني ايه؟ ان لما لذلك يعني العلماء دائما يقولوا ايه؟ حتى سيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا علي والصحابه يقولوا ايه؟ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. يعني ايه حاسبوا انفسكم؟ لان الواحد منا اذا حاسب نفسه اولا قبل ان يحاسب غيره، وقبل ان ينظر الى غيره نظر الى نفسه، طب ما انا في عيوب كتير، ده انا مليان نواقص ومليان كذا، ابص لنفسي الاول، اصلح من نفسي الاول، اصلح من اخلاقي، احسن اخلاقي، وبعدين ابص لفلان والعلان. يعني لو كل واحد نظر الى نفسه بهذه النظره هيحصل سيتغير. في ايوه، انما لا، كل واحد يعني مش كل، اغلب الناس مننا بتلاقي كله، بتلاقي الواحد بيعمل ايه؟ بيبص لنفسه، انا تمام، انا الامور كلها ما شاء الله، انا مش محتاج اصلا حد يقول لي على حاجه، بيوجد مبررات لنفسه. نعم، بسهوله. وانا بعمل كده عشان اعلمهم. أيوة. وما الى ذلك. فبتلاقي اللي هو ده نظامه، ده بتلاقيه دايما بيزعل غيره وبينقد غيره وبيقف على الوحده وما بيعديش ومش عارف كذا. ليه؟ لانه دايما باصص لغيره. انما اللي مشغول بنفسه، زي كان بعض الصالحين اذا قيل له شيء يعني يقول شغلني عيب نفسي عن عيب غيري. دي دايما كان حطوها كده قدام عينيهم، يقولوا له مش عارف كذا، يقول لهم سبحان الله، شغلتنا عيوبنا عن عيوب غيرنا فصرنا لا ننظر الى عيوب غيرنا.